اللقاء الدولي لحقوق الإنسان الذي سوف ينعقد في بوينس آيرس في مارس القادم. كما تعرفون أنني الآن في أديس أبيبا، وأنني أتقاسم معكم عبر هذا اللقاء عن بعد لكي أكد لكم على اهتمامنا، اهتمام المملكة المغربية بقضايا حقوق الإنسان وقضاياها مثل العدالة الانتقالية والذاكرة والتغير المناخي. فهذا اللقاء وفي الحقيقة لقاء لا سابق له، على اعتبار أن القارة الإفريقية يجب أن تسمع صوتها وتسمع يعني صراعها حول قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا الدولة، دولة حق والقانون. فهذا التبادل الذي سوف نقوم به هنا سوف يعطينا عمقا إفريقيا لهذا اللقاء الذي نجتمع حوله اليوم لنناقش. وهذا اللقاء الدولي في حقيقة فريد من نوعه على المستوى العالمي. اسمحوا لي أن أشكر بكل قوة هذه الديناميكية التي بدأناها، وفي الحقيقة أن كذلك الحكومة الأرجنتينية وقبلها الحكومة البرازيلية والمملكة المغربية التي احتضنت النسخة الثانية من هذا اللقاء 2014. فاسمحوا لي أن يعني التقط هذه أو استغل هذا اللقاء لكي أشكر منظمة اليونسكو التي أخذت على عاتقها الرفع من اللقاء الذي هو اليوم لقاؤنا لكي تناقش التحديات والمخاطر التي تعترض حقوق الإنسان كما هو مسطر في مختلف الأجندات. فالمملكة المغربية تؤكد عن طريق اللقاء القبلي للمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان أو المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، يؤكد على المملكة المغربية لن تتوانى لحظة واحدة لكي تعمل على إنجاح المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي سينعقد في الأرجنتين. فسنة 2023 بينت لنا على أننا سوف نحتفل بالذكرى 75 لإنعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الذكرى التي سوف تكون هي في صلب اهتمامنا لكي نقوم بمواجهة التحديات التي تواجهنا. فالعمل الذي قمتم به في السابق يبقى مهم جدا، لكن لا زالت هناك بعض المساقات التي يجب أن نهتم بها ولكي نؤكد على أهمية حقوق الإنسان. ففي هذا السياق فهذا اللقاء القبلي في المملكة المغربية سوف يسمح لنا بأن نضع لبنات كل الإشكالات التي يعني تؤثر على مختلف الدول كذلك لكي تصل إلى حلول ثابتة ومستمرة لحقوق الإنسان. فهذه المناسبة هي حقة لائقة لكي تسمح للقارة الإفريقية أن تقول بصوت عالي على أننا محتاجون إلى تنمية وتطور في إطار السلم وفي الرسالة الملكية التي وجهها العاهل المغربي محمد السادس في المنتدى الدولي الذي انعقد بمدينة مراكش سنة 2014. فالعاهل المغربي قال، وهنا أفتح القوسين، على أن النمو له أهمية مهمة فيما يتعلق بتطوير القيم، قيم حقوق الإنسان، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا مجال للنقاش أو يعني التطبيقات. فاهتمامنا هو اهتمام كوني، فهذا يجب أن يكون هو اهتمام حقوق القارة الإفريقية لكي تضعه على حيز التطبيق. نهاية الخطاب صاحب الجلالة. فواقع حقوق الإنسان على مستوى القارة
الإفريقية، فلا يمكن لأي أن يزعم على أنه هو المراقب والملاحظ لقضايا حقوق إنسان في قارتنا، بل علينا نحن أن نقوم بذلك وأن نراقب قضايا حقوق إنسان وممارسة حقوق إنسان، فكي ننأى عن أنفسنا من تسييس قضايا حقوق الإنسان، وهذا في الحقيقة يهدد حتى الأسس التي انبعت عليها فلسفة حقوق الإنسان. فليس هناك وصاية على حقوق الإنسان، ليس هناك شرعية رسمية لديكتاتوريات خارج السياق الإفريقية، فلا يمكن أن تكون هناك يعني مبادرات فردية تضع نفسها على كوصي على حقوق الإنسان في العالم وفي القارة الإفريقية. فلا يمكن أن نقوم ب يعني أخذ قضايا حقوق الإنسان في إطار مناورات أو في إطار مشاورات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للقارة الإفريقية. فالمملكة المغربية تعرف على أن السنوات القادمة سوف تكون حاسمة فيما يتعلق قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي. فللمغرب دبلوماسية طموحة لكن متأنية، لأنها تأخذ بعين الحسبان التعاون الدولي وتحاول أن تأخذ بقضايا حقوق الإنسان بطريقة متوازنة فيما يتعلق ما هو اقتصادي أو اجتماعي، على اعتبار أن لا توازنات والتمايزات الاجتماعية العالمية هي صارخة في وجهنا اليوم. ففي هذا العالم الذي هو عالم متعدد بالمقارنة مع ما كان الوضع في السابق، فإن القارة الإفريقية يجب أن تهتم بتوطيد النقاش الدولي حول حقوق الإنسان الذي سيكون قادما في السنوات القادمة. فالإمكانات مناقشة قضايا حقوق الإنسان يجب أن تأخذ على عاتقها أولا تطوير النظام الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والأجندات الدولية، يجب أن تكون في الشكل أجوبة عن التحديات والمشاكل التي سوف تواجهها القارة الإفريقية، لكي نقوم بدعم وتوطيد المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. سيداتي سادتي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لم يتوانى في الدفع قدما بقضايا حقوق الإنسان بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهذا يعني يوضح كيف أن هناك تقدم وصلنا إليه في المغرب على مستوى من القضايا، سواء كانت العدالة الانتقالية أو حقوق أو عفوا التحول المناخي. فإن الدول يجب أن تستمر في مجهوداتها لكي تقوي وتعضد من مكتسباتها إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. فعلينا الآن أن نقوم بوضع خطة قطاعية وتعاون معمق وحوار موسع بين مختلف الدول كما نقوم به الآن في هذا المنتدى القبلي. وأخيرا أود أن أسطر على أهمية دروس حقوق الإنسان أو حول كل القضايا الأخرى. فنحن لا نتشاطر وجهة نظر مع أولئك الذين يتكلمون عن قضايا حقوق الإنسان ولا يفعلون، بل بالعكس يجب أن نهتم بكل الفاعلين الذين يعملون ويقومون بتغيير الوقائع على الأرض. فهذا الحوار الذي يجب أن يكون متعدد ومتنوع، فأنا معتقد ومقتنع اقتناعا تاما بأن ما ينتظرنا مستقبلا هو تأكيد على حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لاهتمامكم.